جوده يعني. والله اجونا هان ما ندري شو ايش بدهم، ما فطنا غير منهم بدهم الدار هذي، دار اللي قبل المستوط فيش لا كان يهودي ولا فيش اشي. يوم انا بنينا بنينا هان كانوا ساكنين بيت خيش وبنينا في قلب البيت، يعني ما يعني فيش يهود بهان من مره ولا فيش خط من هان ولا حاجه. والله الحين هاي احنا في هالخيمه زي ما انت شايف في هالبيت هذا، وهال هي واحد منهم ساكن هناك ارعي في هالظل هذيك وهذا. والله مين ساد هذه والله ما تنفع لا تدري من لا من حر ولا من برد، وفي الهواء والله غرطي عروس يعني فيش امان لها. والله بدي بني مطرحه ولا بني مطرحه، ها وين اروح يعني؟ وين نروح يعني؟ كل مطرح بدهم يهدوا فيه نروح نروح من ماذا البلاد؟ ماذا البلاد؟ ابني هذول كمان ست مرات. وهذا الارض شريناها من هذه الارض خاصه، يعني لو في قانون هم يقولوا دورته يقول هم قانون، ما في ما في قانون. هذا الارض ارض خاصه شريناها من الطا وشريناها في ايام الاردن في 64 65 شريناها، شريناها 100 ناقه. هذه الارض مش يعني لها يعني لها رخيصه، كل واحد 10 دولمات 20 دولم نبيع ناقتين ثلاثه خمسه ونشتري منهم. لو شرينا هذه الارض من اربع عشائر من الطا وهي هذا موجودين في الطا، ولكن هذو اسرائيل ودهم الارض كلها، ما ودهم سلام ولا ودهم شيء. جو واخذوا اراضينا واراضي الضفه كلها، واحنا هيهم ركبونا هي تشوف هيهم يبنوا من سنه 80 انبنت الكوبريه هذه، غيروا اسامي البلاد يسموها كرمل، وهي في قريه عربيه اسمها الكرمل غاد، هم اللي قالوا اسامي غيروا اسامي. وهذا خرب ثم خير اللي قالوا اسمه غاد سموه مجلس قالوا ام الخير، وهذا خرب هم يبنوا ويهدوا عندنا ولا حياة المتنادي. وهذا فعل فعل قوة، هذا الناس قويين معهم بارود، ناس قويين حاكمين، ولكن أنا أقول قدر ما سووا ما يضيرنا، إحنا باقيين على الأرض هذه. والله على الساعة إحنا أرض إحنا إحنا الساعة نعاود على تل الربيع وعلى حيفا وعلى يافا وعلى الند وعسقلان وعسبع وعم الرشراش وعصفد، هم ولا يعيشوا عيشتنا ما يعيشوا يوم واحد يوم واحد. احنا اللي عايشين ننقل ميتنا ناكل على الدواب، خبز نخبز على الطابون وطابون هدوا طابون لا ابو الخبز، هم كل شيء متوفر، هم عندهم مية عندهم كهرباء فكر عندهم كل وسائل الوسائل الحديثة عندهم، واحنا لنا الله. والله انا اسمي قيس يا عمي.